بعد وجود ماء على سطح القمر، اكتشاف جديد لناسا سيغير مصير البشرية. اكتشافات عدة توصلت إليها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، والتي كان من بينها احتمالية وجود كائنات حية على سطح القمر، وذلك بعد وقت قصير من التأكد من وجود ماء على سطح القمر. وأشارت وكالة الفضاء الأمريكية أن سطح القمر قد يكون مناسبا للحياة بعد التأكد من وجود ماء على سطح القمر، حيث أعلنت عن اكتشافها لجيوب صغيرة من الجليد يمكن أن توفر ما يكفي من الأكسجين والماء ووقود الصواريخ لدعم مستعمرة بشرية. وأشارت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في بيانها أنه من الممكن الوصول إلى الماء بسهولة على سطح القمر المضاء بنور الشمس، وليس فقط في الحفر العميقة المظللة بشكل دائم في القطب الجنوبي كما كان يعتقد سابقا. ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، كان بحث منفصل وجد أن هذه المصائد الباردة والتي تكون دائما في الظل قد تحتوي على ما يصل إلى 15,000 ميل مربع، حوالي 40,000 كيلومتر مربع من الماء. ولكن هذا الاكتشاف يؤكد وجود الماء، ويعني أن المهمات المستقبلية إلى القمر يمكن إطالة أمادها من خلال الاستفادة من جزيئات الماء هذه المنتشرة عبر القمر، حيث تقول ناسا إنه من خلال اكتشاف ذلك يكون دليلا قاطعا ولا يقبل الشك على وجود الماء على سطح القمر المضاء بنور الشمس. ويمكن لرواد الفضاء استخدام المورد الطبيعي الذي ربما وصل عبر المذنبات أو الرياح الشمسية وتحويله إلى أكسجين أو مياه شرب للحفاظ على مستعمرة مستقبلية. ويقول العلماء أيضا إنه يمكن استخدام المياه في صنع وقود الصواريخ وخفض تكاليف المهمة لجعل السفر عبر الكواكب في الفضاء أسهل وأرخص. وتوقع الباحثون في السابق أن الماء موجود فقط في الحفر الباردة، ولم يتمكنوا من إثبات أنه ماء وليس جزيئا مشابها يسمى الهيدروكسيل الذي يوجد في منظف الصرف الصحي. واستخدم بحث ناسا طائرة بوينغ 747 محاولة أن تطير حول الأرض فوق الغيوم على ارتفاع أكثر من 41,000 قدم تسمى صوفيا، وتم تكليفها بتوضيح النتائج المنشورة في عام 2009، والتي اكتشفت الهيدروجين الجزيئي والأكسجين على سطح القمر، لأنه لم يتمكن علماء الفلك من تحديد ما إذا كان الماء H2O أو مركبات الهيدروكسيل OH بسبب التشابه في توقيعهم الكيميائي. وقال الدكتور نيك توثيل الفيزيائي بجامعة ويسترن سيدني والذي لم يشارك البحث، كانت المشكلة أن بصمة جليد الماء التي تم العثور عليها من قبل كانت تخبرنا فقط أن هناك ذرات أكسجين وهيدروجين مرتبطة ببعضها البعض، مضيفا على الأرض هذا هو الماء بشكل أساسي، لكن على القمر لا يمكنك التأكد من ذلك. كانت المشكلة عبارة عن قيود على المعدات التي تستخدم طول موجة يبلغ 3 كيلومتر، والتي لا يمكنها التمييز بين معادن الهيدروكسيل والمياه. وانطلقت صوفيا اختصار لمرصد الستراتوسفير لعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء، مجهزة بجهاز استشعار فريد من نوعه ب6 ميكرومتر يكتشف الاهتزاز الأساسي للمياه الجزيئية الفريدة تماما للمياه. ووجدت دراسة صوفيا جزيئات الماء في كلافيوس، وهي واحدة من أكبر الفوهات المرئية من الأرض وتقع في نصف الكرة الجنوبية للقمر.